أول خبر معانا طبعا النهارده هو فوز وإبداع وتألق النادي الأهلي وتخطيه عقبة سموحة في نصف نهائي كأس مصر، وضربة حصون شباكه بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة واللي اتلعبت امبارح على استاد القاهرة، وقدم كل اللاعبين أداء رائع جدا جدا جدا، حتى الصفقات الجديدة مروان عطية وكريستو وخالد عبد الفتاح يعتبر أول ظهور ليهم بتيشيرت الأهلي، أداء ولا أروع، خصوصا كريستو حاول يبدع ويبين حاجات. طبعا ما نقدرش نحكم عليهم من أول مباراة، لكن كان في إبداع عالي جدا من كل اللعيبة. وطبعا بخص بالذكر طبعا محمود عبد المنعم كهربا العائد بعد غياب، وثلاث أهداف بتوعنا اتسجلوا عن طريق الهدف الأول أحمد عبد القادر، هدف الثاني حمدي فتحي، ومحمود كهربا الثالث واللي هو كان صاحب الأسيستين في الجولين الأولانيين. فطبعا مباراة ولا أروع. طبعا 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 مباراة كبيرة جدا، خلينا نقول الأهلي كان مختلف فيها، بنبارك للنادي الأهلي وجمهوره ولكهربا.